نبدأ مع بعض بأول وصفة معانا، وهتكون الرز المعمر هنعمله بالفراخ. تعالوا أقول لكم إيه هي المقادير. عندي الرز، عندي اللبن، الكريمة، المرقة، الصدور، صدور الفراخ المشوية. أنا عاملاها نص شوية زي ما احنا شايفين لونها لسه في بينك علشان لما تتحط تستوي معاهم. وعندنا ملح وفلفل والقشطة. في ناس بتعمله، أنا عملته معاكم كذا مرة، بس أنا بعمل دلوقتي البيزك اللي هو إيه الأساسي. تعالوا بقى كده، هجيب الرز بتاعي، الرز ببقى غسلاه، وإيه وهجيب الفراخ. أوكي، بصوا بقى، في ناس أنا في الأول يعني الوصفات اللي أنا كنت عاملاها معاكم قبل كده، أنا بحب دايماً أحبش الحاجة وبحب دايماً أحط التاتش بتاعنا في كل حاجة. ده أنا عاملاه لكم البيزك خالص. فهنعمل إيه؟ زي ما إحنا شايفين كده هحط الزبدة مع الرز. أوكي، بصوا إزاي بيبقى دسم شوية بس فعلاً حلو جداً. تعالوا بقى هنحط الملح والفلفل، مش هكتر ملح قوي علشان احنا اصلا حاطين شوربه اللي هي المرقه. بصوا بقى هعمل ايه، هحط اللبن وهحط الكريمه. اوكي، وهحط الشوربه بس كده. استنوا بقى نقلب تقليبه حلوه، يتقلب مع بعضه. شايفين ازاي كده اهو؟ لو انا عامله كوبايتين من الرز هحط عليهم كوبايه من اللبن، كوبايه من الكريمه، كوبايه من الشوربه. اوكي، ولو حبينا نزود بعد ما ايه ما يقل شويه معايا يتشرب، ممكن اقوم مزوده شويه. حاطين معايا الملح والفلفل، حطيت معايا دلوقتي القشطه بقى هيتحط على الوش عشان القشطة هي اللي بتدي طبعا المنظر المعمر الجميل. اهو بصوا بقى بحطها كده، وايه يخش الفرن ويسيح كله مع بعض اهو. سيبه بس يغلي شوية جوه الفرن وبعدين بقوم مغطيهم.